نحن الآن في سلسلة جبال حامة الاستراتيجية التي دارت فيها معارك شرسة منذ صباح اليوم بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة والميليشيات الانقلابية من جهة أخرى، كما دارت أيضا معارك منذ مساء البارحة في جبهة المصلوب، خلالها سيطر الجيش الوطني على مواقع استراتيجية كانت تتمركز فيها قوات الانقلاب. في هذه اللحظات منذ ساعات الصباح الأولى أبطال الجيش الوطني يتقدمون للسيطرة على هذه المواقع ضمن سلسلة جبال حامة الاستراتيجية. لنتحدث أكثر ولنعرف أكثر حول تفاصيل هذه المعارك والخطط العسكرية ينضم إلينا العميد الركن منصور ثوابة القائم بأعمال المنطقة العسكرية السادسة، وهو أيضا أركان المنطقة العسكرية السادسة، يحدثنا أكثر حول هذه الجبهة وتفاصيل هذه المعركة. في الحقيقة هي بدأت المعركة زي ما قلت من سابق، ما بدأت المعركة منذ يومين وثلاثة أيام من 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 المصلوب، وآخرها أمس في الليل احتلينا مواقع على العدو من هاي حزمة الحلاة وما جاورها، وفيها حقول ألغام عملت الهندسة على إخراجها، والآن ونقلنا المعركة إلى سلسلة حام. اتخذنا عامل المفاجأة من أجل تطهير هذه السلسلة التي أمامكم، والآن قواتنا متقدمة، لا زالت متقدمة وفق خطط. نحن مستمرين في المعركة وفق خطط لنا عسكرية، وإن شاء الله نحن نصل إلى ما خططنا إليه بإذن الله تعالى. وشكرا لكم والسلام عليكم. إذن هذه جبهة حام وأيضا هذه السلسلة الجبلية، وفي هذه اللحظات كما ترون أبطال الجيش الوطني في هذه الجبال يتسلقون إلى أعالي هذه الجبال للسيطرة والتقدم على مواقع الإنقلابيين التي تسيطر فيها في هذه اللحظات. كما تسمعون كل الأعيرة وكل أنواع الأسلحة تشارك، وأيضا طيران التحالف العربي يشارك بعدة غارات، ودمر أيضا إحدى الآليات العسكرية التابعة للميليشيات الإنقلابية. من هنا من أعالي جبهة حام، صالح مبخوت لقناة سهيل محافظة الجبال.